وأما قوله تعالى لا تدركه الأبصار فهو يدرك الأبصار، فالإدراك غير الرؤية، أنت ترى الشيء وتبصره لكن لا تدركه، يعني لا تحيط به، لا تحيط بالمرء من كل جانب، وإنما ترى. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة لكن لا يدركونه، لا يدركون عظمته جل وعلا ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس الآن، ترى الشمس لكن لا تحيط بها بجرمها وحدودها، ما تستطيع، ما تستطيع تحددها، هذا في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى. فنفي الإدراك غير نفي الرؤية، بل قالوا إن نفي الإدراك يدل على الرؤية، يدل على أنه يرى لكنه لا يدرك، يعني لا يحاط به سبحانه وتعالى. نعم.